اذا هون بدنا نطلع على البريشر ميجرمنت. عندي في عندي بروسيس بريشر عماله بأثر على هذا الدايفرام اللي موجود هون. الدايفرام اللي موجود هون رح يتحرك. احنا هون حاطين ويتستون بريدج او بريدج عشان اذا كان الويتستون بريدج هو ريزيستنس. حاطين هون احنا تو اكسترنال كاباسيتورز وهدول التنتين رح يشكلوا بينهم كاباسيتور. هلا هدول البليتس اللي موجودين هون مشبوكين في الدائره وهون في عندنا الدايفرام. الدايفرام هذا رح يصير يتحرك بهذا الاتجاه او رح يصير يتحرك بهذا الاتجاه. هذا بيشبه الفكره اللي انت حكيت عنها المره الماضيه انه بصير في عندي ديفليكشن بصير في تحرك في مكان الدايفرام. التحرك اللي بصير في مكان الدايفرام عمالنا بنقيسه احنا الكتريكلي. فلما تقترب هاي البليت من هذا الكاباسيتر راح تقل المسافه فراح يزيد الكاباسيتنس هون وراح تقل الكاباسيتنس اللي موجود هون. طبعا هذا لانه اي سي بريدج ايش لازم تكون الاكسايتيشن تبعته؟ اي سي. اذا كان الكومبوننتس كلهم ريزيستيف راح يكون البريدج دي سي، بس هون الكومبوننتس كلهم كاباسيتيف او اندكتيف في الحاله هاي كاباسيتيف فلازم الاكسايتيشن يكون اي سي. الاكسايتيشن جاي عندي اي سي هون من ترانسفورمر. فالترانسفورمر راح يعطيني هون اي سي والاي سي راح يصير في عندنا ديفليكشن في البريدج. هذا طبعا الكاباسيتر هذا محطوط بهذا الشكل عشان نعمل له نالينج عشان في البدايه لما يكون في فيش عندي ديفليكشن او فيش عندنا على بريشر معين راح نعمل زيروينج لهذا هون راح يطلع عندي الاوتبوت. هذا الاوتبوت راح يطلع طبعا اي سي والامبليتيود تبعه راح يتغير. هذا مثال كيف انه احنا عندنا تو بروسيسز. عندنا البروسيس الاولى اسمها بريشر وحولناه لديفليكشن. بعدين الديفليكشن اللي صار هون حولناه لالكتريكال اوتبوت. عندنا تو ستيجز تحولوا هون وهذا هون راح يطلع معي طبعا الاوتبوت. الاوتبوت هذا اذا كان صغير بدي اعمل له امبليفيكيشن بعدين بدي اعمل له مثلا فول ويف ريكتيفيكيشن وهكذا. اذا هذه وهذا طبعا بنحكي احنا على احجام صغيره جدا. احنا كل حجم هذا صغير جدا من هون وهاي القطع اللي عمالة تتحرك من هون راح تتغير الكاباسيتنس بينها وبين هاي راح تغير الكاباسيتنس بينها وبين قطعة هاي اللي موجوده. فكرة ثانية كمان موجودة هون عمالنا احنا في كل الحالات عم نحول البريشر لديسبيسمنت والديسبيسمنت بعدين بنحولها لالكتريكال اوتبوت. مثال ثاني هون عندي هون بيلوز. هاي البروسيس اللي عم نقيس البريشر تبعتها. وهون في عندي زنبرك راح يصير في حركة هون هاي راح تعطيني ديسبيسمنت والديسبيسمنت راح تعطيني تغير بالريزستنس والريزستنس راح اخذه على ويتستون بريدج وهناك راح احوله ل اوتبوت فولتج. هي هذا مثال كمان بيشبه اللي انت حكيت عنه اللي حكى عنه المشاكل المره الماضيه. هي عندي هون نفس الشيء، لاحظوا هلا هذا هون راح بياثر البريشر راح يعطيني ديسبيسمنت. شو عملنا بهذا الدايفرام وهذا الدايفرام؟ شو بتلاحظوا من الرسم من شكل الرسم؟ شايفين هذا التجاعد اللي موجود هون الكورجيشن ايش بيعمل؟ بيعمله مور الاستيك. خلي هذا الجزء مور الاستيك هذا الجزء مور الاستيك فبصير عندي بزيد السنسيتيفيتي. فلما يصير عندي هون تغير بالبريشر راح يغير الديسبيسمنت راح تزيد الديسبيسمنت في هاي السنسين كابسول وراح يصير في تغير في الفيرو ماجنتيك رود. ليش لازم تكون فيرو ماجنتيك؟ لانها جزء من ايش؟ من ال في دي تي. اذا هذا ال في دي تي جزء منه هو هاي الكور اللي هي الفيرو ماجنتيك كور اللي عمالها تتحرك في داخله ولما تبدا تتحرك من هون عمالها بتحولها لاشاره كهربائيه.